قبل بقى ما نبتدي نخوض في كل التفاصيل اللي نهاوند بتقول لحضراتكم عليها دي، طبعا لازم نستهل ونبتدي حلقتنا النهارده مع حضراتكم بالتهاني لكابتن اسلام الشاطر. طبعا بنهنيه بمناسبه انطلاق برنامج البيت الكبير في ثوبه الجديد. امبارح كانت اول حلقه من حلقات البرنامج، طبعا كان الضيف فيها هو كابتن شادي محمد نجم النادي الاهلي السابق. ونقدر نقول باختصار شديد ان البيت الكبير هو بالفعل اسم على مسمى، اسم بيعبر عن النادي الاهلي، وهو فعلا البيت الكبير اللي بيساع الكل، بيت كل الاهلاويه. وطبعا قناه النادي الاهلي في التطوير اللي بتشهده في الفتره الاخيره وبيقوم فيه يعني او بيقوم به فريق القناه او فريق العمل بالقناه بالكامل طبعا على راسهم الاستاذ ايهاب الخطيب والاستاذ باسم عزمي، فعلا بيعبر عن هذه النقطه وبتعبر كمان عن رغبات المشاهدين، يعني اللي هي الى درجه كبيره جدا من الاهميه عند كل صناع القرار في قناه النادي الاهلي، بيهتموا دايما بتلبيه رغبات كل حضراتكم وكل احتياجات حضراتكم. مش مطلوب منكم اكتر من ان انتم تتابعوا قناه الاهلي، وان شاء الله من اما تتابعوها ستجدوا دائما ما يسركم. من 10 الصبح بقى معاكم لغايه ايه 1 او 2 بالليل، يعني برامج كتيره جدا ومتنوعه. وزي ما كريم قال كده، يعني الف مبروك طبعا في البدايه، احنا كلنا سعداء ومتشرفين ان احنا نكون جزء من هذا النجاح. تطوير ملحوظ، ومش بس فكره البرامج او غيره، لا كمان الاشخاص والاعلاميين والضيوف كمان اللي بيجوا كمان كلها، يعني اعتقد منظومه ناجحه، حاجه جميله جدا. وفعلا تحيه كبيره جدا لكل العاملين على هذا التطوير، حقيقي شغل. يعني لو نقول لحضراتكم الكواليس اللي احنا بنشوفها في القناه، يعني معلش الاداره بتشتغل ومشغولين ووراهم كذا حاجه، لكن برضو عارف يا كريم لما ترفع سماعه في مشكله في حاجه بيردوا عليك بيحاولوا يحلوا المشاكل، حاجه يعني او ضغط بصراحه عالي جدا، ولكن في قوه في الاداء وفي اداء محترف. فمبروك علينا جميعا، مبروك، لان ده برنامجنا كلنا. البيت الكبير باللوك الجديد هيحمل كمان مفاجات كتيره جدا، خليني اقول لحضراتكم الفتره اللي جايه، بس مش هنعلن عنها دلوقتي لسه. وكمان قناه الاهلي فيها برامج مختلفه وتطوير لسه هيكون ملحوظ، ودي زي ما بنقول كده هي دي بس البدايه، بدايه قويه، ولكن اللي جاي كمان ان شاء الله هيكون قوي ويليق ب يعني جمهور النادي الاهلي، اللي اكيد زي ما كابتن اسلام الشاطر امبارح كان بيقول في مقدمه برنامجه، قال احنا انعكاس لرغبه الجماهير. اكيد الشاشه بتحاول على قد ما تقدر ان هي تعرض اللي حضراتكم بتكونوا عايزينه واللي حضراتكم كمان بيعجبكم، فاكيد ده حرصنا او ده بيكون يعني كلنا حريصين ان احنا نقدمه وان احنا نشتغل عليه. فمبروك علينا مره ثانيه، وحاجه جميله. وبجد امبارح كمان الحلقه انا اتفرجت عليها بس مش كلها، لان احنا نمنا، انت عارف احنا غصب علينا لازم ننام بدري، بس بجد جميله. والنوستالجيا اللي قعدوا يتكلموا فيها كابتن اسلام وكابتن شادي حاجه كانت جميله جدا بصراحه. لا ولسه زي ما انت بتقولي اللي جاي احلى واقوى كمان بكتير ان شاء الله. حضراتكم تكونوا مرضيين كل الرضا من خلال متابعتكم لكل برامج قناه النادي الاهلي. طيب